مناقشة قضايا الشباب لتمكينهم من الانخراط في مجال ريادة الأعمال أبرز وأهم النقاط التي تناولها لقاء وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال روتوين محمد دونغا كريستيان مع المدير العام لبنك أفريقيا المتحد المعروف باختصاراً UBA نوبا نوباسا، حيث يقدم البنك عبر مؤسسة تونيميلو دعما ماليا سنويا للشباب بمبلغ قدره 10 ملايين فرنك سيفا بغرض تمويل مشاريع ريادة الأعمال. ومن هذا المنطلق أثنى وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال روتوين محمد دونغا كريسيان على هذا الدعم المتواصل، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية والمهمة، وأكد استعداده للتعامل معهم في سبيل دعم مشاريع الشباب حول ريادة الأعمال. وعند خروجه من المقابلة أكد المدير العام نوبا نوباسا أن قرابة 300 شاب استفادوا من دعم مؤسسة توني ميلو عبر البنك الأفريقي المتحد، مشيرا إلى أن المؤسسة تفتح فرصا للشباب عبر مشاريعهم المقدمة.